بس عايز اقول عن السينما السعوديه تحديدا، احنا يعني هم بداوا من سنه 2007 محاولات لانتاج افلام سعودي، انتجوا فيلم اسمه كان هشام الهويش مش فاكر اسمه ايه، كان عمله بلال فضل وإيزيدور مسلم مخرج كان 2007، وده الفيلم ده ما اتعرضش في السعوديه، يعني تم عرضه فقط في شاشات بوتانا، وكان الوليد بن طلال قرر كده فجاه ان هو يعمل افلام سعودي. السنه اللي بعدها مباشره عملنا فيلم اخرجت انا اسمه مناحي. مناحي ده كان سنه 2008، ده تقريبا اول فيلم يعرض عرض جماهيري في السعوديه، عرض جماهيري عام في 1500 مواطن سعودي دخلوا في مسرح الطائي، قعد 9 ايام يتقرب مباشره لحد ما الهيئه بتاعت النهي عن المنكر تدخلت واصدروا فتوى بمنع السينما في السعوديه. يعني كان اول مره في التاريخ يخشوا ستات ورجاله مع بعض، بس الستات يخشوا فوق والرجاله يدخلوا تحت، مسرح كبير جدا في السعوديه. وفي اللحظه دي ساعتها انا فاكر حاجه كان اتصل بيا حد اسمه العسيري اظن، كان بيتكلم على فكره ان احنا بنفكر في انشاء 500 دار عرض، وده معناه ضمنا ان عادل امام يبقى اجره 100 مليون جنيه ومحمد هنيدي يبقى اجره، هو قال كده نصا، واجور نجوم المصريين هيتحولوا الى ارقام فلكيه بسبب خش رايه في السعوديه كبيره جدا، دور عرض في السعوديه هتمنع التدفق السعودي للبحرين لمشاهده السينما هناك وبتاع. فهم في الاخر خالص الفكره دي كانت موجوده عند الوليد بن طلال تحديدا، حتى الله يرحمه سمير فريد كان كتب ان ده يمكن اهم حدث في 2008، ان في فيلم عرض داخل السعوديه كان تاريخيا لم يعرض الا في السبعينات. فهم بيفكروا في الحكايه دي بشكل مكثف جدا بقالهم فتره، وتحديدا بوتانا، والوليد بن طلال كان بيفكر في ده، وده ده غير معزول عن جمع نيجاتيف السينما، وغير معزول عن التأميم السينما المصريه لحد ما في القرارات الخارجيه، ولا راي اللي جرى على الغنى هجر على الفن، لانه في الاخر في محاوله تصدير نجوم عرب فوق النجوم المصريين في الغنى تحديدا، ده هيطلع شويه بشويه كمان في السينما. هم عندهم الرغبه دي بشده، في الاول كانوا بيستعينوا بالمصريين والناس من بره وما عندهمش، يعني مثلا ظاهره هيفاء منصور، في مخرجه اسمها هيفاء منصور، كم الدعم اللي بتاخده هيفاء منصور من السلطات السعوديه ومن الوليد بن طلال شخصيا مهول جدا، خلاها تعرف في امريكا. يعني هم طول الوقت بيحاولوا يدوروا على فكره ان احنا نخلق حاله رياده مختلفه، فكره وده مش منطق مغامره، فكره الرياده المصريه في الموضوع ده فكره هم شافوا ان مصر بالنسبه لنا كم، يعني مصر تطلع لنا كم كتير جدا، سيبوا الكيف للبنان، لبنان بتعمل افلام كويسه على فكره دلوقتي، سيبوا الكيف لسوريا، سيبوا الكيف للخليج للامارات، انما في الاخر خالص خلينا انتوا بتوع العتاد، انتوا ادوا لنا كل شويه 40 فيلم 50 فيلم وهكذا. ازاي نواجه القصه؟ انا رايي ان في عندنا 500 دار عرض بتعمل في الخليج. طبعا الشركات المصريه اذا فتح الاستثمار بمنطق ان 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 على كل الشركات في العالم تتوجه للسعوديه عشان تنشئ، اذا ما احتكروهاش يعني، يعني ممكن في الاخر 300 دار عرض دول يحتكروا الوليد بن طلال، الشركه القابضه مش عارف ليه هي اللي تعمل 300 دار عرض.